استعدادات أمانة عمان الكبرى كان بلشت في تحديد مواقع الأضاحي، ومواقع الأضاحي في اختاروا 10 مواقع أضاحي، كذلك في المواقع الأضاحي هاي مهدناها جهزناها بحفر دم لو بلس انه عملنا قرعة لأصحاب رخص المهن في المنطقة، منطقة صوالح ومنطقة طلاع العلي، واستلم كل واحد حضيرته جهزها باجتياج، وفي باقي التجهيزات اللي هو بيقوم فيها اللي هو تأمين مأكل ومشرب للحضيرة وتأمين خزان مي. المواقع اللي أسست للحظائر وللأغنام لبيع الأضاحي مواقع كثير رائعة جدا، وفي بالنسبة للأسعار، الأسعار وجدتها إنها ضمن المعقول بالنسبة للروماني، بالنسبة للبلدي ضمن المعقول، وأسعار فيها أسعار تنافسية وأسعار ضمن متناول اللي هو المواطن الأردني. بالنسبة لهاي المناسبة، مناسبة عيد الأضحى، وكل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله.